بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله معدنا مع المحاضرة الخامسة من كورس التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول، وكالعادة نبدأ المحاضرة بالسؤال التالي: ما هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل النفسي، وأيهما أفضل وأهم للمتداول؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، لابد وأولا أن نتعرف على ماهية كل من التحليل الفني والتحليل النفسي مع عقد مقارنة بينهما، وفي النهاية سنكون قد وصلنا لإجابة هذا السؤال. أولا، التحليل الفني. عندما أتكلم عن التحليل الفني فأنا لا أقصد أي مدرسة معينة من بين كل المدارس الشائعة، فهناك مدارس عديدة للتحليل الفني، منها التحليل الفني الكلاسيكي والتحليل الفني الحديث، وكل من المدرستين توفر للمتداول الكثير من طرق التداول وأساليب تحليل الشرط وكيف يستخرج نقاط دخول قوية يمكن للمتداول أن يعتمد عليها. لكنني هنا أتكلم عن الخيارات الثنائية وليس الفوركس، عشان كده أنا مش هتكلم على وقف الخسارة، لأن الخيارات الثنائية لا تحتوي على وقف خسارة. وهذا لا يعني، ده مش معناه أن الخيارات الثنائية غير محكومة بمخاطرة معينة من طرف المتداول، أو لا يعني أن المتداول لا يمكن التحكم في مخاطرته. والسبب في عدم وجود وقف خسارة في الخيارات الثنائية هو أن فترات الصفقة تكون مدتها غير طويلة، ممكن تبدأ بدقيقة وتنتهي حتى 4 ساعات أو حتى ممكن يوم كامل. وهذا لا يعني أنه لا توجد فترات أعلى من ذلك بالطبع. ونعود لنفس الموضوع، هناك عدد هائل من المدارس والتي قد تكون متكاملة وتوفر للمتداول من الناحية الفنية كل ما يحتاج إليه لتحقيق النجاح، ويمكن تعلم هذا النوع من التحليل من خلال الدورات المجانية وما أكثرها، وكذلك عدد الاستراتيجيات المهول يمكن للمتداول أن يتعلمه. وأكرر كلامي، فأنا أتكلم عن التحليل الفني في الخيارات الثنائية. وأحد أكبر أخطاء المتداولين في الخيارات الثنائية، والذي يعتبر خطأ شائع بينهم، وأنا من الناس الذين تعرضوا لهذا الخطأ، هذا الخطأ يكمن في أن المتداول بعد أن يتعلم كل ما يحتاج إليه على المنصة يبدأ في البحث والتقليب بين الاستراتيجيات المتنوعة التي تعلمها على اليوتيوب، يطلع من استراتيجية يدخل في غيرها دون الاستقرار على استراتيجية واحدة أو اثنين، حيث يرى المتداول وخاصة المبتدئ منهم أصحاب هذه الاستراتيجيات يحققون الآلاف من الدولارات فقط من خلال اتباع إشارات مجموعة من المؤشرات، مما جعل هذه المؤشرات تطغى على سوق الخيارات الثنائية. وهذه هي أكبر مشكلة، حيث تلاحظ أن كل المبتدئين يتجهون مباشرة لهذه الاستراتيجيات من أجل تحقيق الربح السريع. وللأسف شيء من هذا لم ولن يطول مع الزمن، وما هي إلا فترة وجيزة وتجد محفظة المتداول خاوية وخالية بسبب كمية الخسارة التي يتكبدها بسبب تنقله من استراتيجية إلى أخرى، علما بأن هذه الاستراتيجيات ليس معنى أنها شائعة ومجانية أنها غير ناجحة، علما بأن هذه الاستراتيجيات ليس معنى أنها شائعة ومجانية أنها غير ناجحة أبدا، بل أن هناك كثير من الاستراتيجيات المجانية الناجحة
والتي تحقق الربح، لكنها لا يمكن أن يطبقها أي شخص وفي أي مكان وفي أي نوع من أنواع العملات. لكن موضوع الخسارة ليس السبب فيه هو العيب في الاستراتيجية أو العيب في التحليل، لكن العيب هو أن يظن المتداول أن التحليل والاستراتيجية والمؤشرات هم العصا السحرية للنجاح والمكسب وعدم الخسارة، بينما الحقيقة غير ذلك. أي نعم، التحليل والاستراتيجيات والمؤشرات من أسباب الربح وعدم الخسارة، ولكنها لا تمثل سوى 10% فقط من أسباب الربح. فالجميع لديهم مقدرة على تعلم التحليل ورسم مناطق الدعم والمقاومة أو مناطق العرض والطلب، كما أن الجميع لديهم القدرة على تمييز الأنماط السعرية المختلفة وغيرها، لكن ليس الجميع لديهم المقدرة على ضبط النفس. ليس الجميع لديهم المقدرة على ضبط النفس الذي من خلاله يمكنهم تحقيق النجاح. ضبط النفس هو الذي يحقق النجاح، وهذا واضح جدا بالنظر إلى نسبة الخاسرين إلى الرابحين، حيث نجد أن نسبة الخاسرين تصل إلى 90%، بينما نسبة الرابحين تتراوح من 5 إلى 10%. إذن يمكننا القول أنه مهما بلغت قدراتك وإمكانياتك في التحليل الفني واستخراج نقاط الدخول والخروج، فإنه في النهاية لا بد لك أن تخسر ما لم تفهم طبيعة الأسواق وما لم تفهم طبيعة نفسك. وفي الواقع عدد قليل جدا من المتداولين هم من يصنعوا الاتساق والتوازن وضبط النفس بشكل طبيعي، بس بعد ما يكونوا مروا بعدد كبير جدا من التجارب المؤلمة. وهؤلاء هم نسبة 5% إلى 10% الذين يربحون، الذين يتحكمون في مشاعرهم ويلتزمون بضبط النفس. وقبل النهاية، وبعد أن تعرفنا على التحليل الفني وأهميته بالنسبة للمتداول على اعتبار أنه شيء ضروري جدا وأساسي ولا بد من تعلمه، إلا أن التحليل النفسي أيضا شيء مهم جدا وضروري للمتداول. فالمتداول كالطائر يطير بجناحين، الجناح الأول هو التحليل الفني والجناح الثاني هو التحليل النفسي. نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله مع نظرة أعمق وأشمل على التحليل النفسي لنبرز مدى أهميته للمتداول. وإلى أن نلتقي، لكم خالص تحياتي. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.